وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في بريطانيا لأكثر من 3,400,000 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفاة المرتبطة بالفيروس إلى 89,000 بحسب آخر البيانات. وخلصت دراسة بريطانية إلى أن نحو ثلث المتعافين من فيروس كورونا يعودون للمستشفيات مرة أخرى خلال 5 أشهر من تعافيهم. هذه الدراسة كانت لدراسة ليستر العلمية في بريطانيا. رشا، بحسب هذه الدراسة فإن الثمن اللي تعافوا من كورونا يتوفون بعد 140 يوم. يعني حتى الآن السقف الأعلى هو 28 يوم. صحيح. دراسة تقول 140 يوم. وهذا يكون صادم طبعا للكثيرين. طبعا دراسة صادمة، يعني حتى اللي نقول إحنا أنه تعافوا وصار عندهم مناعة يمكن يكونوا عرضة للموت بعد إصابتهم بكورونا على المدى الطويل. يعني كمان دراسة قالت أنه ثلث أعراض المتعافين من كورونا ومن أعراضها يرجعون المستشفى بعد 5 أشهر. يعني كانت دراسة صادمة فعلا. وعشان كده كمان المفروض الواحد لو أخذ اللقاح مو معناته أنه ما نأخذ الاحترازات. صح. والاحتياطات. في ناس يعني نفسيا يعني تحس أنه خلاص بعد الجرعة الثانية خلاص ما عاد في كورونا ونرجع حياتنا طبيعية، لسه الحياة ما رجعت زي ما كانت أول. صح. لازم برضو نأخذ احتياطاتنا. معنا للمزيد من التفاصيل من لندن دكتور خالد محمود، استشاري أمراض سرطانية. دكتور خالد أهلا بك معنا في صباح العربية ويسعد صباحك. يعني يا دكتور، ساد الاعتقاد أنه من شفي من كورونا نجا وصار عنده مناعة. يعني دراسة صادمة من جامعة ليستر تقول أنه قد يصاب بأمراض مزمنة قد تقود للوفاة على المدى الطويل. ما دقة ذلك دكتور؟ في البداية صباح الخير صباح مرشة ومنورين الشاشة. ثانيا حقيقة على هذا البرنامج الطبي الرائع اليوم بكل صراحة بكل معاني. ثانيا في موضوع دراسة ليستر الجديدة جامعة ليستر مع مؤسسة الإحصاء الحكومية البريطانية، نعم هناك ثلث الحالات اللي أصيبت بالكورونا تدخل مرة أخرى إلى المستشفى خلال 140 يوم، وثمن الحالات التي أصيبت وتعافت من الكورونا للأسف توفت خلال 140 يوم من تعافيهم من المرض الكورونا. وهذه نقطة مهمة ودراسة حديثة جدا تعود لعدة أسباب. أولاً تكون جلطات عند بعض المرضى بسبب جلوسهم في المنازل وعدم تحركهم، لذلك أنا دائماً أنصح بالحركة والحركة وشرب السوائل. لذلك بعد إصابتك بالكورونا لا تجلس فقط، استمر وعليك بالتمارين التنفسية وهذا أمر مهم. رقم 2، بعض المرضى لا يعي أهمية انخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، لأن طبيعي مثل ما نعرف أنه نسبة الأكسجين من بين 94 إلى 100% الأكسجين ساتوريشن، ولكن مع مرض الكورونا يحدث تليف في الرئة أو الرئتين، ولذلك تنزل نسبة الأكسجين تهبط إلى معدلات صغيرة جدا مثل 60 و50 و70% حسب نسبة الإصابة في الرئة. فعندما يقوم المريض ويذهب إلى يأخذ شاور أو أنه يتحرك لا يعي كمية الأكسجين اللي يحتاجها في الجسم فيسقط ويحصل هبوط لعضلة القلب. هذا أمر وقد يسقط ويحدث له إصابات. وكذلك هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى تأثر البيتا سيلز في البنكرياس، لذلك مرضى السكر عليهم أن ينتبهوا لهذه النقطة وعليهم أن يقوموا بعمليات فحص دورية أكثر من العادة بعد إصابتهم وتعافيهم من الكورونا، لأن هناك بعض الدراسات الحديثة اللي وجدتها تتحدث عن تأثر البيتا سيلز في اللي هي المسؤولة عن موضوع الإنسولين وموضوع السكر في الدم. لذلك هذا الموضوع مهم جدا وعلى الجميع أن يعي. طيب دكتور، دحين بريطانيا لديها أعلى معدل وفاة في العالم، وهذا طبعا صدمة يعني للكثيرين. فجأة بريطانيا صار فيها تفشي مخيف بفيروس كورونا، خصوصا اللي هي فيروس كورونا المتحور. تقريبا عندنا في يعني الأسبوع الماضي حوالي 935 حالة وفاة كل يوم. ما الذي حصل؟ بكل صراحة اليوكي فاريانت أو التحور البريطاني تحور خطير للغاية، لأنه ينتشر بسرعة هائلة. وعندي في القسم مثلا 70% من المرضى عندهم التحور هذا، ونسبة المرضى عندي أصبحت 50% من مرضاي الموجودين في القسم مرضى مصابين بالكورونا. هذه الأسباب. رقم 2، لا ننسى موضوع مهم، أن بريطانيا عندها شفافية وعندها موضوع قوة الإحصاء، جهاز الإحصاء للغاية. لذلك نجد بريطانيا، إسرائيل، الولايات المتحدة، الإمارات
تعرض الارقام، لكن كثير من الدول لا تعرضها. هنا اتوقع ان هناك اصابات كثيره في بعض الدول ولكن غير موجوده، لذلك قسم الاحصاء هذا مهم للغايه. طيب. ونعم هناك اصابات. نعم تفضل. طيب الدكتور، يعني هذا الفيروس لا يزال غامض هو واعراضه، يعني تحدثنا عن الاكسجين واصابته للرئه، لكن الدراسات على الناس اللي مرضوا توضح انه الفيروس يهاجم حتى خلايا التي تنتج الانسولين ما يسبب السكري، تهاجم القلب وكذلك الكبد والكلى، يعني كيف يمكن تفسير ذلك؟ انا هذا اللغز المحير لكثير من العلماء، يقول لك لماذا بعض الناس ليس عندهم مرض، بعضهم يصاب بس في منطقه الانف، بعضهم يصاب في منطقه الحلق، بعضهم ينتقل الى الرئه ويؤدي الى تليف، وبعضهم الى تلف في الكلى، في تليف وفي تلف. لذلك حسب مكان الاصابه، وهنا اختيار الفيروس مكان الاصابه هذا اللغز محيرنا للاسف، ولا كان ممكن ان يفيدنا لو عرفنا حل هذا اللغز في علاجه او اين نتجه في علاج المريض. لذلك نعمل فحوصات شامله لكل جسم، منها فحوصات الكلى والكبد وفحوصات الانسولين وفحوصات الرئه. لذلك الموضوع متشعب وعميق. نعم. للأسف. نعم، نتمنى للجميع الصحة والسلامة، وشكرا على وجودك معنا من لندن الدكتور خالد محمود استشاري أمراض سرطانية.